سباق على التراجع لا يزال متواصلا بين عدد من العملات العربية بعد أن كشفت التطورات العالمية والمحلية هشاشة الأوضاع الاقتصادية. يتجلى هذا التدهور في سوق الصرف بشكل واضح في مصر وتونس ولبنان، وليس الوضع في السودان واليمن وسوريا بأحسن حالة. في مصر تراجعت قيمة العملة أمام الدولار الأمريكي بنحو النصف منذ مارس من العام الماضي، ومن 15 جنيها ونصف الجنيه إلى 31 جنيها. وفي إطار حزمة إصلاح مع صندوق النقد الدولي، تعهدت القاهرة بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف. أما في تونس فقد أثرت أوضاع عدم الاستقرار السياسي على العملة التي عكست تراجع الأداء، ليتخطى الدولار 3 دنانير مقابل دينارين و700 مليم قبل عامين. يعكس هذا التراجع الضبابية التي تحيط بالاتفاق مع صندوق النقد وتراجع النمو وزيادة العجز وارتفاع الدين. أما في لبنان فلا شيء يشي بتوقف الخسائر الاقتصادية المستمرة منذ العام 2019 مع العجز عن سداد السندات الدولارية وما تبعها من أثار الجائحة والحرب في أوكرانيا بالتزامن مع الأزمة السياسية وفشل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتهوي العملة من 1500 إلى 100,000 ليرة للدولار. سنوات طويلة من الصراع دفعت الليرة السورية إلى خسارة 99% من قيمتها لتتدهور إلى 10,000 مقابل الدولار. وكذلك الحال بالنسبة للجنيه السوداني الذي انخفض ب 700% ومن 55 جنيها إلى نحو 600 حاليا. على ذات المنوال استأنف الريال اليمني رحلة تدهوره مؤخرا ليتخطى الدولار 1400 ريال في السوق السوداء. عملات تتراجع في عدة بلدان عربية وسط أوضاع اقتصادية شائكة تعصف بجيوب السكان وقوتهم.